الأيام السينمائية الدولية اللي انطلقت اليوم 27 أكتوبر إلى غاية 30 أكتوبر تحت شعار فيلم الغد. هذه الأيام تعرف مشاركة 16 فيلم من فلسطين، من تونس، من الجزائر، من مصر، راح يتنافسوا على السنبلة الذهبية، السنبلة الفضية والسنبلة البرونزية في لجنة التحكيم من مختصين في عالم السينما اللي راح يقيموا هذه الأعمال. كذلك فيه فنانين قامات سينمائية جزائرية والدولية اللي راح حاضرة معنا اليوم في هذه الأيام. كذلك فيها ورشات تكوينية لماستر كلاس اللي راح تكون على هامش هذه الأيام، مثل في الإنتاج السينمائي، في الإخراج، في كتابة السيناريو، في المكياج، في المؤثرات الخاصة. وكذلك في أفلام طويلة اللي راح تعرض على هامش هذه الأيام، مثل فيلم أبو ليلى، الهيليوبوليس، اللي راح يعرضوا أول مرة في مدينة سطيف، وهذه فرصة للجمهور السطيفي باش يشاهد هذه الأفلام. احنا اولا اليوم سعادة كثير يعني بالحضور القياسي للجمهور السطيفي، هذا يشجعنا اكثر وخلانا نعرف باللي ان فيه ذوق سينمائي على مستوى مدينه سطيف. نتمنى في الايام المتبقيه الحضور يكون اكثر، هي ايام مفتوحه للجمهور وزوار مدينه سطيف باش يشاهدوا 16 فيلم اللي راح تكون حاضره في هذه الايام، حتى الافلام الطويله. عالم السينما يعني عالم ياخذ اهتمام كثير عند المجتمع. شفنا اليوم كذلك أسماء سينمائية جزائرية ودولية اللي حاضرة معنا، ونعرفوا باللي الجمهور سطايفي حب يتلاقى مع الفنانين السينمائيين تاوعو، وهذه مناسبة باش يشوفوهم وكذلك يطلعوا على آخر الإنتاجات السينمائية اللي راح تكون حاضرة في هذه الأيام.